وسهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير. في الفيديو ديال اليوم، فيديو ان شاء الله خصصو للجليبات وقفطنات بالحزام مخدومين بالسلان، نظرا للطلب ديال البنات. بزاف البنات في الحقيقه طلبوا لي نحط لهم جلالب، مازال تيتسناو الجلالب، وان شاء الله غادي ندير لكم جليبات وقفطنات بالحزام، ونتمنى الفيديو يعجبكم كيف العاده. بدينا ان شاء الله بهاد الجليبه دومي سيزون البنات، توب غزال. هادي النيفه ديال الشونطو، كتلبس هاد الوقيته وكتلبس حتى في الصيف. توب مريح، توب غزال، بروميير كاليتي، مخدومه كيف ما كتشوفوا بالبرشمان باليد، على شعره. وهانتوما العقيدات صغيورين تبارك الله، خدمه غزاله، خدمه متقونه. شوفوا الطريز، اللون في اللون. وهذا البنات راه واحد الخضر، درجه عاليه في الخضر، ماشي البلو بترول كيف ما تعودتوا. راه الخضر ما تيطلع لياش في لي فيديو. غزاله جلابه تسحمق. هانتوما هميزه البنات، ليكيداسيون، كتبقى اليوم ب 800 درهم، بدا ب 1000 درهم. هادو دازو جليبات ب 1000 درهم. شوفوا هي الخدمه، ربع قصتو، ربع فيه 33، يعني تلبسو 30 31 و 32. انا تلبست 28 وجاتني تبارك الله غزاله غزاله غزاله. هانتوما شوفوا الفتيحات، الفتيحات صغار في الجنب كيف كتشوفوا، والاتقان. جلابه متقونه، اللي بغات تحيد من الزحام ديال العيد وتاخذ جليبات العيد، جلابه مشرفه وغزاله بالخدمه وكل شيء. كتبقى لهم 800 درهم اليومين ان شاء الله. شوفوا معايا البنات ثاني جلابه في الفيديو ديال اليوم، حتى هي جلابه غزاله تبارك الله. كل شيء جليبات غندوز لكم ثمن زوين ان شاء الله بالنسبه للخدمه والاتقان. الخدمه في الثوب، في الطارز، في الخدمه، كل شيء في لافينيسيون، كلهم جليبات غزالين البنات. شوفوا لي جلابه اللون بعدا حتى يحمق صراحه. هانتوما فصاله عاديه، الناس اللي ما تيبغوش. شوفوا لي الفصاله كيفاش كتجي، كيف كيقولوا الجلابه هي الفصاله، كتجي زوينه البنات في اللبسه هذا اللون. الطرز هكا بالرباطي، وهذا راه بومبي، رباطي لي بومبي، مخدومه بالبرشمان بالماكينه، والتخريصات باليد كيف ما كتشوفوا. شوفوا لي الكميمات كيفاش مطروزين، لوينات باردين، وخا الطرز تبارك الله شاد هاد المساحه في الكم، كيبقى لوينات كلهم باردين، ماشي الوان فاقعه. كتجي غزال هاد الجليبه، فيها 43 في الكثافه البنات، فيها 431، والكم فيه 59، والطول ماشي مشكل، الطول كيتنقص اللي بغات شي طول اللي ما مواتيهاش الطول اللي فيها، هادي فيها متر وربعين، واللي ما مواتيهاش الطول راه نقصوها ليها، ما كاينش زعما اشكال. وغادي تبقى لكم اليوم ب 700 درهم. غزالة البنات، ومباشرة كيف ما كنقول لكم البيسه كتجي فيها احسن، افتحات صغار في الجمال، وكتبقى لكم اليوم كيف قلت لكم ب 700 درهم. وندوز معكم جلابه اخرى، جلابه اخرى وموديل اخر البنات، في الجليبات، جليبات بالبرشمان باليد والطريز الرباطي، الخدمه اللي متقونه وغزاله. شوفوا لي الثوب نفس الثوب ملفه الشونطو، الثوب غزال كيطلع في الخدمه زوين في الطرز وفي البرشمان. هانتوما شوفوا لي الجليبه كيفاش دايره، فصاله عاديه، الكميمات كيفاش مطروزين بهذا الشكل على جوج، المريمه على برا، شفتوا العقيدات بليين صغيورين البنات. جليبه صراحه غزاله، غير الفيديو ما عطاهاش حقها في اللون، لان ديك لاشالوغ ديال اللون ما بانتش في الفيديو. اللوين رائع البنات، واحد البيستاش غزال غزال غزال، شويه جا طافي في الفيديو، ولكن اللون على ضمانتي غزاله البنات. كتبقى جلابه بالقياس 42 في الكتاف و 30 في الصدر، الطول ما كاينش مشكل، نقصوا الطول على حسب السيده، الكمايم كيبقاو 59 في الطول. اليوم كتبقى لكم ب 800 درهم بدل 900 درهم. هادو جليبات لي كيطاسون، جليبات غزالين في الخدمه وكلشي، جليبات لي قد كياخذو الوقت ملي تمشي ديريهم زعما عند الخياط، واجدين لي توازات معاها شي قياس. مرحبا البنات، نفس الموديل البنات بلوين اخر، لوين بارد، توب لوين طلع كيف ما هو صراحه في الواقع. شوفوا لي راه نفس الخدمه، ونقرب لكم تشوفوا غير اللوينات اللي دخلنا في الطرز، نفس الخدمه نفس التفاصيل، غير هذه زايده شويه في القياس، فيها هذه 31 في الربع، فيها 42 في الكتاف. شوفوا نفس الخدمه حتى هي،
42 في الكتاف، 57 عند البنات في طولكم. والطول كيف ما قلنا راه تيتقاد الطول، ماشي مشكل. شوفوا اللوين غزال اللي تيلعبوا هاد اللوين، هاد الخرش فيه، هاد الخدادة الخرش فيه كيف ما كنقولوا حنايا، كيطلع حتى هو زوين في اللبسة. الناس اللي تيبغيو لوينات هادئة كتبقى تاهي جلابة ب 800 درهم، لأنها على البنات مخدومة بالبرشمان، بالبرشمان باليد. وهاد الثمن كيبقى الثمن ديال برومو، لأنهم كيتباعوا ب 1000 درهم هاد الجلابات، ناقص عليكم فيهم 200 درهم. اللي بغى يستغل الظروف وياخد في هاد الظروف بدل بنزحام ديال العيد، جلابة كتبقى غزالة 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 في اللبسة وفي الخدمة والإتقان. باقي معاكم في جلابات البنات، جلابات وحده كتنسيك وحده، جلابات فنيين كلهم صراحه. وكيف وخصكم تشوفوا كيفاش كتكون النظره في الجلابه مباشره صراحه. النظره زعما اللي كتبين لك الجلابه انها متكونه مخدومه مزيان، فينيسيون زويونه. لبست لكم هذا اللوين، حتى هو هذا الغوص كيف ما كيقولوا غوص كاشيري، دخلنا فيه هاد اللوينات في الطرس، هو طرس الرباطي مخدوم هكا بالسنسله هكا بالعقيب. شوفوا الفينيسيون في الكول، هادي مخدومه بالماكينه ولكن خدمه متقونه وخدمه غزاله. شوفوا لي كيفاش كتجي طول تبارك الله. راه قلنا اللي بغات دير طول مترو، هذا مترو و40، اللي بغات الطول على قدها راه نصوبوها ليها. فيها 44 في الكتاف وفيها 31 في الربع، وطولكم 59 البنات. القياسات واضحين كيف ما تنقولوا، باش هانتوما شوفوا العرض تبارك الله. اللي ما تيبغوش الجلابه تكون سانتري، هانتوما غزاله كتجي في اللبسه، تقدر تلبسها حتى المهم الجلابه في حقيقه كون ما كتجي من خويا كتجي زوينه، تقدر تلبسها حتى 30، تقدر تلبسها حتى 29، وكتجي جلابه ملبوسه من خوا وغزاله. شوفوا الثوب حتى هو غزال، نفس الثوب نيفات الشونطو، مشكور هاد الثوب في الخدمه بزاف. وكتبقى لكم هذه ب 700 درهم، 700 درهم. اللون غزال، الخدمه زوينه، الفينيسيون كل شيء تبارك الله فيها زوين. واللي بغاتها معليها غير تسكريني وتصيفط لي في الواتساب البنات، ومرحبا بالجميع. جلابه في الكحل البنات غزاله حتى هي بطرز الغرزه. شوفوا لي اللوينات الزوينين، اللوينات بعدا هانتوما شوفوا لي الجلابه، هذه راه طويله طول ما عندناش مشكله البنات، اي طول كنقدروا نقادو. جلابه كتلبس 29. شوفوا لي هذه راه المليفه، مليفه محفره. انا درت لكم هكا باش يضرب لكم، باش يضرب الضو في الجلابه، وتشوفوا الثوب كيفاش داير. هانتوما الكميمات، شوفوا طرز الغرزه هذا، شوفوا اللوينات اللي دخلنا على الكحل، جاو رائعين في اللبسه، مخدومه هكا بالماكينه البنات. هذه بروموسيون فيها 40 في الكتاف، 29 في الربع، و 57 في طولكم. هانتوما شوفوا ليا تجي غزاله في اللبسه، الكحل غزال ديما تيجي رائع في اللبسه، ما فيهاش حتى شي فتحه. هانتوما الجلابه دايره ما فيهاش فتحه، كتبقى اليوم بثمن غزال البنات، ثمن 500 درهم. 500 درهم ثوب بوحدو 200 درهم. و كنقول لكم اليوم راه جلابات غير بروموسيون، بما دابا باش اللي بغى يستغل الفرصه وياخذ جلابه العيد وجلابه رمضان تبدلي بها في رمضان، هذه هي الفرصه اللي تاخذي فيها جلابه متقونه وغزاله بخدمه زوينه، طرز زوين، داكشي دياري غزال. المهم تتبقى خدمه مشكوره على اي حال، وكتبقى لكم 500 درهم. ومازال عندي لكم جلابات تاع 300 درهم، خليكم معايا حتى نساليو ان شاء الله مره 500 مره 300 مره جلابات المرشمان باليد. ونتمنوا الفيديو يعجبكم. جلابه خفيفه البنات، مخدومه بسبقت المعلم وطريسنات بالماكينه، العقيدات نصتو. شوفوا ليا هذا راه لولا، لولا تبارك الله كيجي تا هو زوين في اللبسه، كيجي بشكل زوين. مخدومه كيف ما قلت لكم بزوقت المعلم، مكوزه ودبيبينه، والبيض جا تبارك الله مواتي مع البلو مارين. هانتوما فيها فصاله مخزانيه البنات، شوفوا الكميمات راهم مناخوين. انا تنقول لكم البنات راهي كلبس طول في الكمايم، فوالا كتبقى جديده تا هي غزاله. شوفوا ليا افتحات غير في الجنب. المهم الجلابه غزاله هي في الفصاله، شوفوا انا كنلبس غير 28 واتاتني حتى في الفصاله كتجي زوينه، 30 تلبسها، 31 تلبسها، و 32 حتى هي جايه مزيان. كتبقى لكم اليوم ب 450 درهم، والاتقان والفينيسيون كيف ما كنقول لكم جلابه
اللي تقدري تبدلي بها في رمضان ان شاء الله، وكتبقى لكم ب 450 درهم البنات. معكم ديما في جليبات روميين، جليبات اللي تبدلوا بهم ان شاء الله في شهر رمضان، وبثمن زوين، سقطوا بثمن زوين البنات. في رمضان الشهر تبارك الله هو واخا دايز، ولكن كتبغي شي حاجه خفاف اللي تبدلي بهم جليبات هكا بلا طرز بلا حتى شي حاجه، كيجيو حتى هما زوينين. شوفوا هي الجليبه شحال غزاله تبارك الله، ورومي وغزال، والخديمه حتى هي خفيفه غير بالطريسنات وتخريصها باليد. شوفوا ليا كيفاش كتجي، هانتوما تفاصيل ديال الثوب، شوفوا اللوينات الباج اردو باج، وفي هذاك اللوينات غزال تيطلع قبيب هكا بحال الا مبطل، كتجي غزاله. شوفوا فصاله غزاله راه تلبس حتى 33 في الربع، ولكن ملي كتكون فصاله زوينه البنات كتقدر تلبسها حتى السيده اللي كيكون مثلا القياس صغر من القياس تاع الجلابه، وكتجيها مواتيه كتجيها زوينه. هانتوما شوفوا لبستها وتقولوا راها قدي، ولكن راه فيها حتى 33 كتلبس في الربع، وكتجي جلابه دايره معاك غزاله. فنيونه هانتوما شفتوا البنات، فيها امتيحات غير صغار في الجنب وزوينه، جلابه سيغتو روميه، وكتبقى لكم ب 350 درهم. هميزه السيدات اللي كيبغيو يبدلوا بجليبات بزاف في رمضان، هذه فرصه الواحد ينوع وماشي بثمن غالي، وكيف قلت لكم 350 درهم. البنات جلابه اخرى وهميزه اخرى في الفيديو ديال اليوم، جلابه لي ليكيداسيون بثمن جد جد مناسب. الجلابات اللي كانوا ب 600 درهم اليوم بثمن غزال بالنسبه للسيدات، هذه فرصه للسيدات اللي كيبغيو ينوعوا الجلابات في رمضان الشهر كامل تبارك الله. الله يوصلنا على خير وبخير، الله يرزقنا بالصحه والعافيه والرزق يا ربي. كيف ما قلت لكم جلابه غزاله، هانتوما شوفوا ليا السيدات اللي كيبغيو يبدلوا مثلا جلابات في رمضان، جيبوا لنا هذا لولا لولا شويه متين هذا لولا، ولكن طايح في البيصه كيجي لا كومبي ديالو مزيانه متروز هكا كيف ما كتشوفوا. شوفوا الطريزه اللي فيه، داخل فيها البغدوجه غزال حتى هو. جلابه قياسات ديالها فيها 29 في الربع، وفيها 42 في الكساف، طولهم 58. كتجي زوينه البيسه، جلابه مجموعه في البيسه. هانتوما كيف ما كتشوفوا، اللي غادي تخرج الوظيفه ديالها او مثلا كتخرج تقضي الاغراض ديالها، جلابه خفيفه غزاله كتبقى لكم ساهيه ب 350 درهم. الميزه البنات، الميزه اللي ما غتعوضش، لان الرشيمات تقدر تحط في لوينات اخرين، ولكن غتكون ب 600 درهم. هذه وحيده اللي بقات في هذا الثوب لولا، كدوز اليوم ب 350 درهم. اللي تواتت معاها مع القياسات ديالها على غير تواصل معايا في الواتساب. و تويب اخر البنات في الجلابات، نفس الرشيمه اللي في الجلابه اللي قبل، الثوب المليفه المحفره. شوفوا هي كيفاش تيجي، نضرب لكم الضو شويه باش تشوفوا الموتيف اللي في المليفه. هاد المليفه هي غزاله، هذه المليفه المحفره ماشي مليفه الشوردو، والمليفه كامله تبارك الله كيطلع فيها الطوب غزال. خرجنا عليها داك، هذه بقات وحيده البنات كانوا عندنا فيهم، بقات وحيده كانوا دازو ب 700 درهم هاد الجلابات. كاينه فيهم واحد كاين فيهم واحد التخفيض اليوم لانها بقات غير وحده. شوفوا هي بول تاع الجلابه، الناس اللي تيبغيو الطول مثلا فيها متر و40، فيها ارتياحات في الجناب، مخدومه بشكل زوين، واخا مخدومه بالماكينه البنات مخدومه بشكل زوين بالطريسنات رقاق، بحال تقولي جلابه طالعه باليد. وشوفوا الرشيمه كيفاش دايره، هاد اللوين جا غزال تبارك الله مع هاد الكمال، وين كيجي اللوين محبوب تبارك الله في الجلابات. هانتوما شوفوا هي الطريسنات رقاق والرشيمه غزاله، هانتوما شوفوا هي الطريسنات غتقولوا لنا مخدومه باليد البنات. الجلابه اللي فيها 31 في الربع وفيها 59 في طول الكم، فيها 30 البنات 30 سمحوا لي 30 في الربع، وفيها 59 في طول الكم، الكتاف 42. وهكا شوفوا الفصاله ديالها فنه، هانتوما شوفوا راه فيها العرض، واخا تبان لكم زعما رجعت قدي راه تبارك الله فيها العرض جايه كتلي، يعني كتلبس الاكس ال، كتبقى اليوم بثمن 600 درهم. واجده جليبه غزاله، خدمه متقونه لا ما تعدلي عليها، 600 درهم البنات. غنرجع معكم البنات البرشمان، شوفوا هي جليبه بالبرشمان وطرز الرباطي بومبي. واحد الملاحظه بغيت نقول لكم البنات، الطرز باش نطرز الجلابه ميت مع لون الثوب،
الإضاءة سبحان الله، الإضاءة أعطت شوية لون الخدمة، فاتح شوية على الجلابة، ولكن هنيت معاه اللون في اللون ودخل عليه شويه شكل باش غير مع الاضاءه البنات. اما هي جلبه مخدومه باللون في اللون كيف ما كنقول لكم طرز الرباطي. شوفوا ليا السيده اللي غتاخذها ان شاء الله راه غتوصل لها وغادي تاكد لينا هذا الشيء. نتمنى تاكدوا لنا في الكومونتير غير الاضاءه كيف ما كنقول لكم، حيت الجلابه عاوتاني ملي كتكون مخدومه اللون في اللون سيرتو لونها نيت معاها كتجي غزاله، كتجي انيقه ورائعه في اللبسه. مخدومه هذه جايبه بالبرشمان، شوفوا العقيدات والمرمه، المرمه داخل فيها الثوب الوي اللي دخلناه في الطريز الثوب الناس ملفات شونطو كيف ما كنقول لكم غنيه على التعريف. شوفوا جلابه تبارك الله فيها العرض، جلابه فيها 44 في الكساف، فيها 31 في الصدر، وفيها 57 في طول الكم. غزاله هذه الجلابه حتى هي ديال هذه الفتره، واحد الشكل متميز في الخدمه. الناس اللي تيبغيو خياطه اليد وسورتو هاد الطريز متميز حتى هو هاد الرباطي بومبي ومتكون تبارك الله نيت مع الثوب. وكتبقى لكم هذه اليوم البنات ب 800 درهم بدل 1000 درهم. جلبات اللي مشاو ب 1000 درهم وما تيبقاو لكم الفيديو كامل 800 درهم. الخدمه بالبرشمان اليد على شعره، والرباطي خدمه متكونه وغزاله كيف ما كتشوفوا. ونتمنى كيف ما قلت لكم هذا الفيديو للناس اللي طلبوا لي الجلبات ما يفلتوش، وان شاء الله مازال كاين الجلبات غادي نحطهم لكم بشكل اخر. دابا غنلبس لكم اخر جلبه في الفيديو ديال اليوم، جلبه البنات بالقميص ديالها ان شاء الله. غادي نحط لكم جلبات بالقميص ديالهم وغادي يكون حتى الثمن جد جد مناسب ان شاء الله. هذه جلبه 100% البنات مخدومه باليد، الرباطي باليد، وشوفوا لي الخدمه ديال الراندا، كل شيء يعني جلبه 100% باليد والقياس تبارك الله. هاد البنات هذه راه جلابه كتلبس حتى 5XL، فيها 34 في الربع و 44 في الكتاف و 59 في طول الكم. وشوفوا ليا كي كتجي في اللبسه غزاله، اللي غتجيها اللي غتلبسها مواتيه مع قياسها غادي تبان فيها اكثر، لانها جلابه كبيره عليا بزاف. شوفوا الفينيسيو، شوفوا الطريز البنات، هانتوما القميص غزال، شوفوا التويب ديال القميص، جلابه بالكريب بالكريب، وتحت عليه هذا الموسلين. شوفوا كيفاش داير، كيكون فيه واحد التقلي خفيف ما تيبانش بحال ما تيبانش كاع، وكتجي زوينه زعما مناسبه تلبسيها في مناسبه خفيفه. مهم جلبه غزاله ديال الحضور حتى هي، الناس اللي ما تيبغوش الخدمه شارجي هاي جلبه كيما بليت تبارك الله وغزاله. كتبقى لكم اليوم ب 1000 درهم البنات بدل 1200 درهم، جلبه ليكيداسيون. ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم الجلبه ديال اليوم، وغندوز لكم قفاتنا بلا حزام، شي حاجه عندي مخدومه حتى هي باليد، وان شاء الله حتى الفيديوهات اللي جايين ونحط لكم حاجات اخرى. دابا الناس غندوز معكم القفاتنات بلا حزام، قفاتنات 100% مخدومين باليد، السلان اللي غني على التعريف في الخدمه ديالو البنات تبارك الله، وعاد الراندا يعني قفاطن 100% باليد، عاشقات اللي تيعجبهم اللي ما تيلبسوش البلدي الا دا كان مخدوم باليد. اليوم عندي لكم 4 القفاطنات لون تينستي كلو، ان شاء الله غنلبسهم لكم كاملين باش تشوفوا كيفاش كيطلعوا في اللبسه. شوفوا لي الخدمه البنات، شوفوا لي الخدمه، قرب لكم السلان نتوما، شوفوا متكون شي حاجه متكونه البنات. شوفوا لي الخدمه، هذا مخدوم بالبرونز ومخدوم حتى بالراندا. شوفوا لي الراندا، راندا تبارك الله متقونه كيف ما كتشوفوا، متقونه البنات كيف ما ان شاء الله غادي يوصلكم كيف ما كتشوفوه، غادي يوصلكم القفطان. كيبقى لي هاد القفطانات اليوم فيهم ليكيداسيون لانه مبقاش عندنا فيهم بزاف، وزعما اختارينا نديرو ليهم ليكيداسيون لانه ولا بدا ما نخدمو موديلات اخرين. نقول لكم القياسات ديالو، فيه 30 في الربع، فيه 42 في الكتاف، وفيه 59 في طول الكم. كيجي انيق البنات بلا حزام، كيجي انيق قفيطين مناسب للاعياد والمناسبات الخفيفه. كيفاش كيجي؟ كيجي غير مريح في اللبسه، تقدري تحركي به كيف ما بغيتي، ولا عاد ولا واتيتي عاوتاني بشي مجديد مجديد هكا في البرونز غادي يطلع لك لبسه غزاله. اليوم كيبقى لكم 700 درهم بدل 900 درهم البنات. شوفوا الفينيسيون والخدمه والتوب كريب،
بروميير كاليتي البنات الكريب. شوفوا لي الكريب كيفاش طايح في البيزه ورائع البنات كيجي في اللبسه هاد القفيطنات كلهم. ثاني في هاد القفيطنات تاع البنات خضر ملكي مخدوم حتى هو بالبروز، مخدوم بالراندو بالسلان كله كيفما قلت لكم، كيعطي 100% مخدوم باليد، فيه غير فتيحه بالقدام كيف الاخرين حتى هما فيهم غير فتيحه وحده. قفيطين مريح 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 في اللبسه. شوفوا لي الزروقات اللي كاينين في الراندا، نقلب لكم تشوفوا، نقرب لكم تشوفوا الراندا كيفاش مخدومه والسلان كيفاش مخدوم. تكون قفيطنات متقونين البنات. هانتوما شوفوا لي هانتوما السلان الخويط هذا غير فينيسيون البنات، شوفوا لي كيفاش الخدمه، ومخدومين بواحد العقيق خفيف البنات، عقيق الدجاج الماتونو بفنون فنون هذا فنون البرونز، وكتجي فيه ديك اللمعه خفيفه، كيجيو فنين كيف ما قلت لكم في اللبسه. قفطان فيه 34 في 4 البنات، وفيه 44 في الكتاف و 57 في الطول لكم، وكيف ما قلت لكم الطول ماشي مشكل، السيده اللي غتاخذو غديرو على الطول ديالها ما كاينش مشكل، فيه العطفه و حتى هو كيبقى لكم 700 درهم. ونلبس لكم لون اخر، لون اخر خضر بدرجه اخرى البنات، هذا الفيغ بوتي كلهم مخدومين بالبرونز وبهذاك العقيق في لون البرونز حتى هما. شوفوا نقرب لكم تشوفوا العقيق كيفاش ما تيبانش، لدرجه ما تيبانش، كيدير غير واحد اللمعه خفيفه. القفيطين هذا البنات كيدير 32 في 4، 44 في الكتاف و 57 في طولكم، الافتتاحه القدام ومخدوم حتى هو بالراندا بزواق بحال الزواق الاول. نتوما باش السيده اللي غتديه تكون عارفه الزواق ديالو، لانه فيهم غير 4 القفيطنات هما اللي بقاو لينا البنات. غزال قفيطين غزال، قفيطين هماوي البنات لمناسبه الخفاف ونهار العيد علاش لا. اخر قفيطين في الفيديو البنات، قفيطين حتى هو نفس الخدمه، لون بوردو، بوردو ضرب فيه الضو في الفيديو البنات، البوردو هذاك الفونسي على اللي كتشوفوا، نفس الخدمه بالراندا حتى هو. هانتوما شوفوا لي القياس 32 في 4 و44 في الكتاف و 58 في طول لكم البنات، اللي كتشمري بحال ما هكا قنيمات هما مزيانين هكا، واللي تيبرزطو القنيمات تقدر تشمرهم كيف هكا. فاطمه العيد البنات بالدرجه الاولى، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم لايك والبارطاج والمتابعه، ونقول لكم السلام عليكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ومرحبا بالجميع.